سجلت مصالح الحماية المدنية لمديرية الحماية المدنية لولاية سوق أراس في سنة 2021 فيما يخص حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون. 14 تدخل خلف هذا التدخلات، 23 إسعاف فيهم 7 رجال و11 نساء و5 أطفال. وللأسف تم تسجيل حالتي وفاة وهما شابان في العقد الثالث من عمرهما. الحماية المدنية توجه نداء بما أننا ما زلنا في فصل الشتاء وكاين هناك برودة وتقلبات جوية خاصة هذه الأيام القادمة، نوجه نداء لكل المواطنين التقيد بالإجراءات الوقائية وتوفير كل الظروف خاصة التهوية الطبيعية داخل المنازل.